لانه بعد 2023 هتتمكن تركيا من تحصيل رسوم على الممرات المائيه فيها، سواء قناه اسطنبول الجديده ان شاء الله فيما بعد او القناه الحاليه، وايضا استخراج الغاز والاستفاده من البدء الاستفاده من الغاز الذي تم اكتشافه. كل هذا سوف يؤدي ايجابا على الاقتصاد التركي ويقوي وضع الاقتصاد التركي، وبناء عليه كل ده هيساعد على محاربة التضخم وتخفيض الأسعار. وأنا أتوقع أيضا أن ترتفع الأجور والحد الأدنى للأجور العام القادم بنسبة ليست بقليلة، حيث يعني سيكون هناك ارتياح كبير في الشارع التركي، يعني لأنه أعتقد أن سيكون هناك نجاح العام المقبل نجني ثماره كتركيا في معالجة الأمور الاقتصادية والأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. نعم.